من 2003 للآن. بس اسال على السؤال وتجاوب. 2003 للآن اعطيني جهه شكلت الحكومه غير الاطار. اي مو كان اكو مشروع مثلا، انا اتحدث عن نتائج، النتائج افرزت ربما خساره بالنسبه لقوى سياسيه شيعيه مهمه واحترضت على نتائج الانتخاب. بس قل لي خسرت على مستوى المقاعد؟ احسنت، خسرت مقاعد وفازت بالحكم. هو انا شنو هذا راح نتحدث عنه؟ صديقي فاضل الشعب يفهم انا شنو قيمه المقاعد. انا جاي بشارك بالانتخابات على مود الحكم، فاذا خسرت مقاعد وكسبت الحكم خلاص هي هاي المطلوب. كل الزين اخذ مني كل المقاعد وطيني الحكم. هو كان يوصل لهذا الموضوع، موضوع الحكم حتى مع خسارته لولا انسحاب الكتلة الصدرية؟ هسه لولا مو لولا، هو ليش انسحبت الكتلة الصدرية؟ انسحبت هيجي مزاجه؟ انسحبت لان قال له لا ما تشكل حكومة لو مو تفوز، وقبل اياد علاوي قال له لو تموت، وقبل نور المالك كان فاز وهمينه قال له لا ما تشكل حكومة. اخي الفائز ما يفوز، الفائز ما يشكل حكومة بالعراق. الآن تشكيل الحكومة بهذه الطريقة، قبل أن نتحدث عن موضوع التيار الصدري بشكل خاص شيخ غيث، الحكومة شكلت من قبل الإطار التنسيقي وشركاء، ألا يعتبر هذا الموضوع تأسيس من الآن، أو أن انسحاب الكتلة الصدرية أسس لفكرة حكومة الأغلبية في المرحلة القادمة، أنه طالما الآن الصدر أصر على هذا المشروع؟ و2018 كانت الدقلة. شنو كان في فتحوا سعره 18 هم نفس الشيء، وهم التيار الصدري، وهم قال له اغلبيه لو ماكو، وبعدين شكلت حكومه عبد المهدي وطلعت المظاهرات واستشهدت الناس وانجرحت الناس والبلد انقلب فوق حدر، وبعدين همين اجت حكومه الكاظم ما حد يعرف شلون اجت، وهم نفسهم يحاربوها، وقبلهم المالكي ايضا فاز بدوله القانون وما خلوا يشكل حكومه، وقبله اياد علاوي فاز. هي نفس اللعبه يا صديقي، هي ادوار اليوم هيجي وباكر هيجي، بس النتيجه واحده، الاطار يشكل حكومه في كل الظروف. في كل الظروف، في كل الظروف، غالب خسران حريشاوي، هاي هوسه مالتنا مال العماره.